مرحبا بكم في اشاري سيفيز. اليوم غادي نقدم لكم تيبان راح تجيو في مقادير عجينه الكرواسون اللي غتلقاوها راه بداله في اسفل الفيديو وهتظهر لكم على الشاشه. وحتاجو طرفات ديال الشوكولاط. كناخذوا العجينه كنبداو نطلقوا فيها. خاص ضروري تكون العجينه شويه رقيقه. كنطلقوها بالعرض الاول من بعد كنديروها في الطول ديالها بحال هكا. كنطلقوها بهذا الشكل هذا. ملي كنطلقوها هكا كناخذوها ندوروها وكنفينيو ليها العرض ديالها. ملي كنعطيوها العرض اللي بغينا. انا بغيتها شويه ما يكونوش كبار بزاف وما يكونوش صغارين، يعني يكونوا مويه بحال هكا. دابا كناخذو نقطعو العجينه. مثلا غادي نديروها، بغينا نديروها هي صغيره نحسبو 3 ديال الصبان ونقطعو. بغينا نديروها كبيره نحسبو 4 ونقطعو. هنا غادي نقطعها نعطيها واحد تقريبا واحد 3 ديال السنتيم، يعني عطيتنا واحد تيبان صغيور. بحال هكا غناخدوهم نحيدو هادو على جنب. غادي نبداو كناخدوها كنطلقوها بحال هكا شويه. ملي كنطلقوها بحال هكا كنجيو كناخدو الشوكولاط. كناخدو مثلا جوج طريفات ديال الشوكولاط كنديرهم بحال هكا وكنتنيو كندورو عليها كنغلفوها بالعجينه. من بعد كناخدو واحد طريف اخر كنديرو عليها وكنتنيو كنلويو مزيان تنزيرو. ملي كنزيروها كنديرو لها هكا. انا عندي هنايا شويه خرجت ليا اني لا هكا باش كتعطينا بحال هذا الشكل هذا. هاد الجهه هذه اللي عندنا هاد الثنيه هذه كنديروها في الوسط ديالها، يعني الوسط التحتاني، وكنبركو بالكف ديال يدينا كنبركو عليها بحال هكا. كندير لها هاد الجوانب بحال هكا كندخلوهم وكنحطوها. نعاود واحده اخرى كناخذوا العجينه كنديروا لها بحال هكا شويه باش الا كانت غليظه من شي بلاصه ولا شي حاجه كتسرح. كناخذوا جوج طرفات ديال الشوكولاط اللي كنديروا من الداخل بحال هكا. كتاخذوا كاع هذا ديال الشوكولاط ديال الكرواسون وكتقسموه على ثلاثه. كديروا الثلثين لداخل والثلث على برا. كنديروا لها بحال هكا وكنزيروا عليه لداخل. راه حتي راه كنزيروا عليه مزيان. وكناخذوا طريف اخر كنديروا عليها وكندوروها. وحنا كنزيروا في الاول من بعد كنديروا ليه هكا وصافي. وكنخليو هاد الفتحه هادي كنديروها للوسط في التحت ديالها الوسط وكنبركو عليها بحال هكا بالكف ديال يدينا هكا كنبركو عليها وصافي. كنحطو باش تخمع. كناخدو هنايا بيض، كناخدو بيضه كامله. غادي نخلطو معاها شويه ديال القهوه سريعه الذوبان. وغنزيد معاها شويه ديال الحليب، واحد النقيطه ديال الحليب. وغنخلطو كلشي مع بعضياتو. كنديرو ليها زعما اللي كيعطينا داك اللون اللي كنشوفوه في المحلات التجارية اللي كيكون قهوي فاتح قهوي مغلوق عفوا. هما كيستعملو الطريقة هادي وكيعطينا حتى المذاق فيه كيجي لذيذ بزاف. غادي ندهنو ليها وجهها الدهنة الأولانية. من بعد غادي نديروه يخمر تقريبا واحد 30 دقيقه. وغادي نديروه في الفران درجه الحراره 180. غنحتاجو تقريبا واحد 20 دقيقه باش يوجدوا لينا. هاد التيبان ديالنا من بعد ما كيوجدوا فهما كيكونوا بحال هكا. وبهكا كتكون الحلقه ديال اليوم سالات. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم لوغتو اللي ما توصلو بجديد ديالي تابعونا فلاش. نشوفكم في حلقات اخرى مواصفات جديده. الى اللقاء.